السلام عليكم. ببالغ الحزن وكندير هذا الميساج باش نعبر على الحزن ديالي تجاه واحد الحادثة اللي وقعت هاد اليومين في الهرغورة. واحد الجدرمي واحد من رجال الدرك اللي يلاه تخرج مسكين ويلاه ختل الوليد ديالو عاد يفرح بالدنيا، جا يوقف واحد مرسيدس ودخل فيه شاب، المهم ما عرفتش الظروف ولكن دخل فيه وقتلو، مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. بغيت نقول باللي قلبنا معكم رجال الدرك الملكي، رجال الامن، اي واحد كيحمل السلاح ولا كيعطي عمره فداء هاد البلاد. هاد الناس كيديروا بزاف ديال الاشياء من اجل انهم يحميونا من راسنا، من التهور، من الطريق، من السرعه، وفي الاخر ما خصش تكون النتيجه ديالهم بحال هكذا. خصنا كاباء نوعيو وليداتنا ونوعيو نفسنا ايضا باش نوقفوا هاد الدماء اللي كتسيل يوم عن يوم في الطرقات ديالنا. انا لله وانا اليه راجعون. تحيه لكم والبركه في راسكم.